السلام عليكم مشاهدين الأعزاء. اليوم جيت قديت في ماكرو، راكم عارفين بحكم أنه المدرسة غادي تبدأ، وماكرو معروف عليه هو كيبيع داكشي فيه داكشي ديال الجملة، وداكشي كيكون كتير، وأنا الأغلبية كانت قدة منه شي حوايج المهم باش كيصبروا ليا في الدار، وما كان بقاش كل سيمانة مبرزطة أو لكل نهار خاصاني هادي خاصاني هادي. هنايا في الأسواق كنجيب صراحة ديك الطقة ديال المهم كتكون كتيرة أو لهادي داكشي اللي مكيخسرش ولا اللي كيصبر، وكنخليه عندي في الدار، وكنبقى المهم كنستهلك شوية بشوية حتى كيتسالى، وكنعاود كنمشي نجيب. ودرت لي قلت علاش لا، جي ندير البنات والإخوان والأخوات، طبيعة الحال ما نقولش غير البنات لأن كلشي كيتفرج فيا، ندير ليهم واحد الجولة. واخا صراحة داكشي اللي كنت بغيت نصور ما صورتوش لأن الفيديو غادي يجيني طويل، وقلت خليته المرة أخرى إن شاء الله، ونكمل المهم الفيديو. كل مرة نصور ليهم واحد لابارتي واحد شي شوية. وهنايا كيف ما شفتوا معايا دخلت لبلاصة الكيسان. الكيسان كاينين اشكال وانواع، والاثمنه صراحه الاثمنه في ماكرو ماشي ما كاينش رخا، كاينين اثمنه المهم اثمنه المهم شويه. وكيف واحد الحاجه الا شفتوا عاوتاني الثمن بحال هكا، يا مثلا هنايا اورو راه ماس ايبا، يعني واخا ديك اورو كتبان كبيره ولكن راه ماس ايبا. مثلا الماعن كاينه في ماكرو الاثمنه زايدين لها الايبا 21%، الماعن وعاوتاني الماكله بوحديتها على حساب شنو دايرين ليها، وقيلا دايرين ليها واش 10% او 11% ديال الايبا اللي كيتزاد لذاك الثمن اللي كتشوفوا معايا هكا في البلاك. انا هادو دايرين 79 سنتيم ولكن ماس ايبا. وهاد الكيسان صراحه هما اللي ولاو دابا صراحه زوينين، كيكونوا هكا في العراضات اولا ديال العصير، كتحطي فيهم هكا العصير كيجيو يا سلام فيهم المنظر في الطبله. هما اللي ولاو دابا هما اللي طالعين، انا كنت كنشوف فيهم كانوا عاجبيني، ولكن كتعرفوا هنايا الديور صغارين الكوزينات صغارين ما يمكنش تكثري بزاف ديال الماعن. كاينين كيسان انواع وكاينين اشكال، وكيكونوا بحال دابا مثلا دايرين لكم دايرين هنا هاد الطبيله مثلا شونتيو، مثلا الناس اللي تشوف كيفاش المنظر كيفاش كتكون الطبيله كيفاش هكا كيفاش كيتقدموا التفاصيل. وانا عجباتني وصورتها، وهو ماكرو معروف عليه كيتقداو الناس، مثلا الناس اللي عندهم الريستورات، الناس اللي عندهم المطاعم الكبار لوطيلات، هو اللي كيتقدم من ماكرو. وهو ماشي ما يمكنش الناس عامه يدخلوا ليه لان كيدخلوا ليه غير صحاب الشركات، لان في الباب كدوزي ديك لاكارت وعاد كيتفتح لك الباب، والناس من طبيعه الحال اللي ما عندهمش ديك لاكارت او لا متوفره كتكون عند شي واحد في العائله او عند شي صديق ديالهم، وكيسلف ليهم ديك لاكارت كيمشيو بها كيتقضاو، ومهم ملي كيرجعوا كيردوها لهم كيسلفها لهم. كيف ما شفتوا معايا هنايا المقالي طبعا اشكال وانواع، كاينين اثمنه رخاصين كاينين الميان الميان اثمنه بار. داكشي ديال الحلويات فن ما نقول لكمش. كنتمنى تشاهدوا الفيديو تا الاخير، وانا دائما فيما مشيت غادي نبقى ندير لكم طبعا الا كانوا الظروف كتسمح ليا، هاد الخطرات ما كتكونش الوقت، هاد الخطرات واخا كنمشي كنكون مزروبه غنبقى نصور لكم واحد شويه منه لانه كبير، فيه بلاصه الحوت فيه بلاصه الخضره فيه بلاصه المواد الغذائيه فيه بلاصه هكايا الماعن فيه بزاف، هو سوق تاع الجمله. يعني هو كاينين فيه شي حوايج مثلا هكا يتهزي بياسه اولا جوج، ولكن بحال دابا المواد الغذائيه ما يمكنش تهزي بيه وهادي وكتحطيها عليه وصافي كتبقاي تخدمي عليها كتحافظ. وهادي اللي كنوريكم هنايا هادي ملي كديروا شي كيكه او لو كتبغيو تقطعوها مثلا باش ديروا شي طورطه
تقطعوها تجي لكم قاده، وانتم شوفوا كيفاش دايره. كاين اللي كيقطعها بالخيط، كاين اللي كيبقى يعبرها، هذيك طريقه باش باش تقطعها مقاده. وهنا يمشيت لبلاصه الطاوات والبرامي، يبغى يدير شي عرس شي مناسبه. كيف مشيت معايا الطاوه كدير 63 اورو، ولكن ما صعيبه. هانتوما كنقول نديها، كنشوف فيها شويه كنقول فين غنديرها، حتى ولي هي توليت حطيتها. الا واقيلا شفت الثمن ديالها، شفت الثمن ديالها جاني. ها شوفوا غير القفله ديالها شحال كدير، وشوفوا الثمن ديالها، وتزيدي قفالتها تصدقي في على حساب صحاب الريستورات، صحاب المطاعم، هما اللي كيشريو بحال هادشي. كيف ما قلت لكم بالخناشي كاينين، ها نتوما